كل الفكرة أحبائي أن الله لا يتغير ولن يتبدل، الله قدوس، الله عادل، لكن الله محب، الله رحيم. وأن اجتمعت بتوازن وتناغم تام هذه الصفات الإلهية من أجلك ومن أجلي. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في يوم في آخر الأيام ما بنعرف، يمكن في أي لحظة الأرض هاي كلها ستحترق بالنار، الكتاب يتكلم عنها. فالفرصة للتوب هي الآن، إن تتوب وترجع للرب، تؤمن بيسوع المسيح. والكتاب الوحيد في هالوجود اللي بيتكلم عن هذه الأحداث بتسلسل بطريقة أدبية تاريخية حقائق كذا، هو بس الكتاب المقدس. أوعك حتى يخدعك، يمكن ناس بتأخذ من الكتاب أو من خرافات أخرى حتى تتكلم عن الموضوع، لكن ارجع لكلمة الله للكتاب المقدس حتى تفهم عن هذا الموضوع. أنا بصلي من كل قلبي إنه الرب يباركك ويحافظ عليك، وفعلا هذا اليوم يكون يوم إنك ترجع فيه للرب يسوع. إلى اللقاء، والرب يباركك.